أول مفاجأة جهزتها قناة تايم سبورتس للجمهور المصري كان قرارها بإذاعة ماتش الزمالك النهاردة الساعة 10 بالليل ونهضة بركان المغربي اللي هيتلعب النهاردة زي ما قلت لحضراتكم. خلينا نشوف البرومو اللي أذاعته القناة لنقل هذه المباراة الهامة، وبكل توفيق لنادي الزمالك سواء كنا أهلوية أو زملكاوية. نشوف البرومو. الزمالك المصري يواجه نهضة بركان المغربية في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الأحد الساعة 10 مساء على تايم سبورتس، حصريا على التردد الأرضي UHF 32. الناس في الكنترول حتى مش مصدقين ان انا اهلاوي وهشجع الزمالك. ليه يا جماعة؟ احنا يعني مش قاتلين لبعض قتلة، والله فعلا اهلاوي وهشجع الزمالك وبقولها من قلبي. يعني زي ما قلت الحلقة اللي كنا بنتكلم فيها على ماتش الزمالك في الذهاب اللي خسروا 1-0 في الوقت بدل الضايع، الزمالك فرقة مصرية، لو مش عايز تشجعها عشان هي فرقة مصرية فكر بشكل براجماتي. في 3 أو 4 لعيبة من الزمالك في منتخب الوطن لكرة القدم، واحنا داخلين على كأس الأمم، ما ينفعش اللي تبقى لعيبة الأهلي خارجة من البطولة الأفريقية شايلة 5 من سان داونز ومعنوياتها في الأرض قدام الأفارقة، وكمان لعيبة الزمالك تبقى خسرانة البطولة. في الآخر هيتقال الزمالك المصري وهتتحسب مصر فرقها خدت الكونفدرالية كذا مرة.